السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو بصحة جيدة. اليوم نقدم معكم فقيقسات مالحين او مملحات مالحين، واحد اربع نكهات مختلفة. بالنسبة للشكل الاول خليته عادي، زينته بالذرة المالحة او ديك فاكهة المالحة، وتيجيو مقرمشين ولذاذين. بالنسبة للشكل الثاني بالفرماج، وبالنسبة للشكل الثالث درتو بالحار بمطيشات الحك والتحميرة والهريسة. بالنسبة للشكل الرابع عندي نكهتو بقزبر ومعدنوس مقطعين وتوابيس السمك. ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. ندير جوج عجنات، ندير العجنة الأولى نسالي وندير العجنة الثانية. عندي 8 كيسان الفورص أي 750 غرام. عندي الملحة معلقة، بودرة ديال الثوم، فلفل أسود، نص خميرة الحلوة، أربعة الفرماجات مثلثين. ندير دوك التوابل، كذلك الفرماج عندي ربعة مثلثين، يمكن لكم ديرهم مربعين. وعندي 125 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ ومعلقة ديال لاموطارد، وتنخلط هاد الزبدة مزيان حتى تينسجمو ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد تنزيد واحد البيضة وتنخلط مزيان هاد العناصر. وتنضيف واحد نص كاس ديال الزيت من بعد ما خلط العناصر صافي، وتنعجن بالماء عادي. العجينه ما تكونش قاسحه ما تكونش جاريه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نجمع العجين ديالي. من بعد ما جمعت العجين تتكون العجينة رطبة، تنقسمها الى جوج كرات. الكرة الاولى تنخليها عادية ما تنسمهاش، والكرة الثانية تنسمها بشوية الفرماج محكوك. صافي تندخل داك الفرماج في العجين. صافي نحطهم في الثلاجه يرتاحوا شويه. الكره الاولى تنطلقها بالمدلك شويه، تنتمنى يكون لا فيديو واضح. تنطويها بحال المسمن ونطويها على جوج. بنفس الطريقه ندير الكره الثانيه،
من بعد تنطلق ديك العجين ديالي الأول على شكل مربع، وهذا هو السمك ديالو، ما نرققوش بزاف، وتندهنها بواحد البيضة مع شوية ديال المطرد، وتنقطعها بالجرارة إلى أشرطة، كل شريط فيه واحد تقريبا 1 سنتيم. غنستمر في التقطيع ونعاود نقطع بحال الأسبوع. وضروري ديروا الجرارة في الطحين باش ما تلصق لكمش العجين، حيت دهنا العجين ديالنا بالبيض. من بعد تنقطع على شكل أصابع ونستمر في التقطيع حتى نكمل العجين ديالي كامل. بعد ما قطعت العجين ديالي تنزينها بديك الذرة أو فاكهة المالحة اللي هرمشتها شوية، والفران تنشعلو من قبل، وتندخل الخلاطة ديالي الطيب، والعافية تكون مهيلة. وبالنسبة للشكل الثاني توق طلقته بالمدلك على شكل مربع، وتنقطع العجين ديالي إلى أشرطة يكون فيها تقريبا 1-3 سنتيم، ونقطعها على شكل مربع. ونعاود نقطعها على شكل مثلث. من بعد ما قطعتها على شكل مربع سنعاود نقطع العجين على شكل مثلث. سنتمنى يكون الشرح واضح، ونستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الشكل ديال العجين ديالي كامل. بعد ما كملت تشكيلة العجين تندهن العجين ديالي بالبيض، ديك البيض اللي كنا دهننا من قبل، وتنحك الفرماج على العجين في الحكاكة الرقيقة، صافي ندخلو الفران يطيب. بالنسبة للشكل الثالث انا عجنت العجنة الثانية وقسمت العجين الى جوج. الشكل الثالث درت له مطيشات الحك والتحميرة والهريسة، والشكل الرابع درت له قزبر ومعدنوس ومعلقة ديال توابل السمك، صافي تنهز شوية العجين وتنحرب تنحرب الحربول ديالي. ورققوا شوية الحربول باش يجيكم زوين. صافي نستمر بنفس الطريقة، الشكل الثاني الشكل الرابع حتى هو بنفس الطريقة. صافي ندخلوا الفران يصهي شوية. من بعد ما صهد تنقطعوا بالمقص طويل،
على الطريقة. القصب ديالي من بعد ما طابو، هذا هو الشكل الاول اللي زينته بالذره او فاكهه الملحه، تيجي بحال الاصابع. وهذا الشكل الثاني المثلث اللي درت له الفرماج، وتيجي مقرمشين. وهذا الشكل الثالث اللي بمطيشات الحقوق التحميره والهريسه الحار. وهذا هو الشكل الرابع اللي نسمته بقزبر ومعدنوس وتوابل السمك، وتنتمنى يعجبكم وتجربوهم لوليداتكم، تيجيو هائلين ومقرمشين. وتنتمنى اللي ما اشترك في القناة يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينين والبارطاج للفيديو مع الأحباب والأصدقاء. إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة. ساكن